أنا هقول كلمة هنا عشان مهم قوي إن أنا أقول الكلمة ديت. أنا اللي بيتكلم في 35 وبيتكلم في 35 زيهم، يعني اللي اتعمل في تاريخ مصر كله خلال ال 100 سنة ولا أكتر بيتعمل في خلال 4 5 سنين. طيب أنا بقول للقطاع الخاص المصري بقى الأول، أنت مستعد تخش؟ أنا خلصت. أنا إيه يا كامل؟ خلصت. أنت مش هتتكلف حاجة. عايز تجيب تحالفات تشتغل معاك معانا؟ أنا خلصت. بتكلم للي خايف على فلوس مصر. بتكلم للي خايف إيه؟ على فلوس مصر. وأقصدها. دي إحنا لما اتعمل يعني الصندوق بتاعنا يا دكتورة عمل شوية حاجات كده وقال لك أنتوا بتبيعوا الحاجة وأصولنا حرام عليكم. مش كده يا دكتورة ولا إيه؟ والدنيا كلها كلمت على إن كده، هو الموضوع كله بكام؟ اللي بتتكلموا عليه. طب أنا بقى بقول لكم تاني، أنا جبت الموضوع بتاع المواني كموضوع ممكن يعني نشوفه مع بعض. نشوفه إيه يا فندم؟ مع بعض. أنا عشان أعمل ده كنت أستعد أخش، كنت هخش في نقاش 3 4 5 سنين عشان حد يجي ياخد، وبعد ما ياخد يجيب تمويل عشان يعمل، وبعد ما يمول يبتدي يشغل، يعني أأجل الشغل كام سنة؟ 10 سنين. باللي إحنا ماشيين بيه ده الوقت وقت العمل بس، ووقت العمل أنا ضاغط على الدنيا كلها إنها تخلص إمتى؟ لا 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 إمبارح. الخلوص إمتى يا فندم؟ إمبارح، مش السنة الجاية ولا 5 سنين. لا، إذن المسار اللي مسؤول عن الدولة هنا لو ما انتبهش ليه وشاف الدنيا اللي فيه يفضل مكانه، يفضل يعمل خطوة تنظيم. عندنا في الجيش خطوة تنظيم يعني ما بتتحركش، قاعد يعمل كده بس، ويقول إن إحنا هنعمل استثمارات في موانينا. وأنا بكلمكم كده، أعظم طريق من السخنة الاسكندريه ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ وخط القطار الكهربائي من السخنه لفين؟ ها اللي بيكلمني في انتوا مش انتوا مش والله العظيم ثلاثه انتوا ما شايفين كرم ربنا عليكم قد ايه؟ والله العظيم. ففهمناها سليمان. ففهمناها سليمان. المواني اللي احنا بنتكلم عليها دي اقعد انا النهارده بقى بطرحها ايه؟ تشغيل بس حاجتي. مش كده يا احمد؟ بقول ايه؟ ده حاجتي. عايز تخش تشتغل دي بتاعتي. اللي انا بطلب منك الاستثمارات تحطها في المينا وتعمله وتكلفه وبعدين اخش معاك في اتفاق لازم العقود، وقد نكون شاطرين في العقد او مش شاطرين. قد نكون شاطرين في العقد يا دكتور شاكر او مش شاطرين، فتعمل لي عقد يعمل لي ايه؟ وانا لازم احترم العقود بتاعتي، لكن حاجتي بعمل معاك عقد تشغيل. تاخد المينا ده بالطريقه دي. وبعدين ايه؟ اهو قدامك. خلص. الكلام ده بينطبق على المطارات، ينطبق على البنيه الاساسيه للدوله كلها، سكه حديد. الكهرباء اللي كنا بنتكلم فيها من 5 6 سنين والناس كلها يعني الاكل بيبوظ والكلام ده قلته كتير والله يعني، والشبكه وكده. طب هو الناس في اوروبا اللي بتغلي الكهرباء على ثمن الكهرباء طبقا لتسعيرها، تعرف ان انا عندي هنا 17 مليون مشترك، 17 مليون مشترك بديهم الكهرباء اقل من نص ثمنها حتى الان؟ ولا انا بقول رقم غلط؟ لا بامانه. كام يا فندم؟ 17 مليون مشترك بدي له كهرباء بايه؟ وبعدين انت كصناعه تقول لي ايه؟ طب ما تساعدني. ما انا اصل يعني ايه؟ ما انا لو اقدر اساعدك هساعد الكل. هاي هساعد الكل، انا بحاول اخلي ما امكن. اتفضل دكتور شاكر. ما أمكن إن الموضوع اللي إحنا بنعمله ده يبقى فعلاً مفيد للمستثمرين. تقول لي إحنا الكلام اللي إحنا كنا بنتكلم فيه ده كله كوم، وواضح إنك أنت بتتكلم. أبداً، أنا معاكم ومتوافق، و
داعم وكلام مش كلام دبلوماسي، لا والله يلا ونضغط معاكم، وانا برضو بنفس مسار الدعم لكل الجهود اللي هتتبذل، ومستعد لحوار شفاف وعميق مع اي حد في اي تخصص. في التعليم تعالى نتكلم، في كلام بسمعه جوه القاعات مع المتخصصين، وكلام اللي هو الواقع اللي موجود فيه في مصر، الواقع اللي هو بيعمل اللي موجود عندنا في بلدنا. طب انتوا عايزين تغيروه ولا لا؟ هو واحد يقول لي هو التعليم علاقته بالاقتصاد؟ طبعا، لان احنا لما جينا نتكلم على التعليم، وانا ما اقصدش حاجه والله العظيم، اللي عملوا الدستور قالوا التعليم للجميع ومجاني ولا بأس. ما هو خلي بالكم اللي انتوا بتتكلموا عليهم دول اهلي، اللي انتوا بتتكلموا عليهم دول اهلي واهلكم المصريين يعني، وانا نفسي اديهم عناية الاثنين والله، بس انا اقدر او الدولة تقدر؟ طب جودة التعليم اللي هتقدم هتقدر؟ طب تاني، وانا كلمت فيها، يا ترى المنتج هيبقى عامل ازاي؟ مش 25 مليون؟ ها؟ 25 مليون؟ مش كده؟ مين اللي مش كده يا دكتور؟ 25 مليون. وأول ما الراجل لسه داخل راحوا منزلين له فيديو على ال طب اتفضل استريح، اتفضل حجازي. راحوا مطلعين له فيديو إن هو مش بيان قديم كان بيتقال يعني، فقال لك إن هو الراجل يعني كان يعني إحنا بنعمل إيه في نفسنا؟ أنت بتشجع زميلك ولا طب هم من حقهم يحطوا التراب، هم من حقهم إيه؟ يحطوا التراب على أي حاجة حلوة نعملها، لكن إحنا كمان ما ناخدش بالنا ونحط التراب وعلى طول؟ طب ندي فرصة. ال 25 مليون ده أنا بقول تاني، تفتكروا كام؟ ال 25 مليون دول كام للواحد في السنة في الدول المحترمة والغنية والقدرة؟ تدفع 10,000 دولار في السنة للطالب ده، كم؟ 10 مليون، 10,000 دولار للطالب ده في السنة. يعني أنا عايز 250 مليار دولار عشان أعمل التعليم ده؟ ده فين؟ في التعليم الأساسي، ولا أنا مش واخد بالي؟ مش كده يا دكتور خالد؟ الجميع حاجة تانية. كام يا فندم؟ 10,000 دولار في السنة، 250 مليار دولار. طيب كويس، أنا بقى حولتهم لجنيه، قلت بس اديهم 10,000، يبقى 250 مليار جنيه. طب هي موازنة الدولة تقدر تدي الرقم ده للتعليم؟ أنا قلت 10,000، ولما الدكتور مصطفى كان بيقول إن إحنا بنتكلم في 21,000 فصل، قلت له يا دكتور 60,000، 60,000 ده العدد المطلوب لمجابهة الزيادة السكانية كل سنة عشان تخلي 30 ل 40 طالب في الفصل، ولا أنا مش واخد بالي؟ طب ال 60,000 بكام؟ لو حسبته بنص مليون ب 30 مليار، ولو حسبته بمليون يبقى 60 مليار. ده للإيه؟ لل 60,000 فصل. ده مش من غير تشغيل، ده من غير تشغيل، من غير يا فندم تشغيل، ده ما شغلناش لسه، مش في مدرس وفي أطقم هتبقى موجودة لخدمة المدرسة دي، وفي كهرباء وفي مية للمدرسة دي. الدكتور مصطفى قال احنا بنتكلم في 56,000 مدرسة. طب لو أنا عايز كل سنة قبل العام الدراسي مليون جنيه لكل مدرسة أرفع كفاءتها ويعني وأحسن موقفها في الفصول ومنشآتها ويعني مليون جنيه، عايز 60 مليار. طب ما 60 مليار مش موجود، يوم حد جاب المدرسه بتقول لك شايف المدرسه عامله ازاي؟ يا عم انت بتتكلم لغه ثانيه، انتوا مش عارفين. حد يزعل قوي ان الكلام ده يزعل؟ انتوا مش عارفين يعني ايه دوله وبتهدوا بلادكم. الناس الغلابه اللي لما يجي حد يتجوز ولادهم
يقعدوا يوضبوا في البيت وينظفوه ويقدموه حلو عشان الناس تشوفه كويس. يا ترى احنا بنعمل كده كلنا؟ طب الفقير غلبان، طب الغني، ما انت مبسوط ومستور. بنحط تراب من غير ما نقصد ليه. انا ده ملامه ليكم ولا ليكم؟ مش ليكم انتم، لا انا بكلم كل المصريين. يبقى انا النهارده اللي جه مع كل الاحترام والتقدير للبناء الفكري للدستور ما كانش منتبه لقدره الدوله على تلبيه المطالب دي، وراح حاططها بقت التزام، ويبقى البرلمان يحاسب الحكومه، والحكومه يقف الوزير ياخد على وشه. انا بكلم بجد بقى، ياخد في البرلمان على وشه، والتعليم العالي زيه، وبتاع الصحه زيه، وبتاع الكهرباء زيه، لان اللي بيطلب منه بيطلب حاجه مش موجوده. يبقى المسار اللي انا بتكلم فيه هو المسار الفكري لبناء دوله، ده موضوع محتاج تضافر كل الجهود بما فيه الفهم عشان البلد دي تطلع لقدام، مش عشان عبد الفتاح يقعد فيها. لا، ده تفكير ضيق قوي، تفكير ضيق قوي.